النهارده كمان هي بتحتفل ب اليوم العالمي للسرطان. الحقيقه امبارح بس احنا كنا في مبادره ريحانه، مبادره ريحانه يعني لتعليم وتدريب وتوعيه الفتاه المصريه برعايه كريمه من السيده انتصار السيسي. كان فيها تعاون مع ايضا بهية للتوعيه للمرض بالكشف العادي، البنت تبقى عارفه تقدر تعمل ايه. فيعني شيء مهم جدا ان احنا نلاقي كده الوضع دوت والشكل ده، واحنا كوزاره متعاونين يعني معهم على طول. احنا النهارده في مؤسسه بهية بنحتفل باليوم العالمي للسرطان، وبنرسل رساله دعم لكل محاربات السرطان ومحاربين كمان السرطان، وبنقول لهم ان احنا في ظهرهم وحاسين بيهم. ودعينا سياده الوزير وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي ولبى الدعوه، هو دايما معانا، هو النهارده شرفنا بالحضور عشان يشارك في ماراثون بيجري فيه متطوعين ومحاربات للسرطان، وهو جري معانا وشارك معانا في اليوم. الحمد لله بهية كل مصر عارفه الدور الكبير اللي هي بتقوم بيه من توعيه ومن كشف مبكر ومن علاج وكمان من دعم نفسي. فالنهارده ده احد اوجه الدعم النفسي، ان بهية بتقول ان الرياضه مهمه جدا. الحمد لله النهارده حتى اليوم جميل ومشمس، وكان فعاليات وعملنا جاريه وكنا كلنا مع مريضات بهية ومع ناس كتير جدا من جهات كتير جت معانا في اليوم. فاحنا سعداء باليوم ده، ودايما احنا بننشر التوعيه لكل سيدات مصر، والحمد لله انه كان يوم جميل. ممتنه جدا لبهية في كل حاجه حلوه بتعملها لنا. بهية عالجتنا وبالدواء، والحمد لله أنا يعتبر متعافية في مرحلة يعني السنة الأخيرة من الهرموني، وبهية يعني بصراحة يعني ادتنا كل أمل وكل تفاؤل في الحياة بعد ما كان الواحد ما عندوش أمل لما اكتشفنا المرض، ولكن في ما دخلنا بهية حسينا في دعم نفسي بيدعمنا وفي اهتمام طبي فائق بصراحة. أنا عملت العملية واخدت الكيماوي ما تكلفتش ولا جنيه.